ولنقاش ظاهرة الجفاف وأثره في تدهور الوضع الاقتصادي في العراق تنضم إلينا عبر الخط الهاتفي من عمان الأكاديمية والباحثة في العلاقات الاقتصادية الدولية الدكتورة هدى بفالح الكبيسي. مرحبا بك معنا دكتورة. أهلا بك، مرحبا. دكتورة، وفقا لتقرير برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة، قال إن العراق من بين 7 دول ينام ثلث شعبها جائعا. ما الذي أوصل الأوضاع إلى هذا الحد في بلد يسبح على بحر من النفط؟ نعم، مساء الخير عليك أستاذ يونس وعلى السادة المشاهدين الكرام. يعني مع الأسف مثل هكذا تقرير يصدر بحق العراق ويصبح العراق من ضمن هذه الدول، وبالمقابل يعني نحن كنا في صدد في السنوات السابقة في مجمل استراتيجيات فقر كان بنا أن نصل عام 2022 في القضاء على الفقر، ولكن ومن خلال تقريركم لاحظنا أنه الفقر هنا ازداد بدل ما أن ينقص، وأن استراتيجيات الفقر الثلاث التي مر بها العراق من 2010 لحد يومنا هذا وتنتهي آخر استراتيجية عام 2022، هذه الاستراتيجيات الثلاث لم تكن مجدية، وبالتالي كانت سياسات قصيرة النظر ذات محصلة صفرية. إذا بمعنى أن كل ما يتم تخطيطه في داخل العراق هو لا يجدي نفعا، وبالتالي أصبحت أرقام الفقر حتى المذكورة في تقرير برنامج الغذاء العالمي، ذكر مثلا رقم 2,400,000 هما في حاجة ماسة إلى الغذاء، ولكن لم يذكر هو هؤلاء تحت أي صنف، تحت دولارين أو أقل من دولارين، لأن في حقيقة الأمر يوجد لدينا أرقام أكثر من هذا. قبل حدوث الأزمات وقبل كوفيد-19 كان لدينا حوالي 6,900,000 يعني عدد من الفقراء اللي هو قبل الأزمة تحت خط الفقر، يعني حوالي 7 ملايين فرد. إذا احنا هذا الرقم الآن، هذا رقم لا يعني بالنسبة لنا شيء، لأنه يوجد هنالك أيضا رقم آخر، يوجد الرقم والعدد الإجمالي للذين يعني يسجلون تحت خط الفقر في ظل حظر التجوال الكامل، أي في فترة الكوفيد-19 بال2020 كان العدد 11,400,000 مواطن سجلوا هؤلاء تحت خط الفقر. إذا هذه الأرقام كلها لدينا أكيد تعطينا نعم هذه النتيجة. نعم، كل ذلك دكتورة إلى جانب تأثير التغيير المناخي والجفاف على الإنتاج الزراعي في العراق، وبالتالي تأثير على نصيب الفرد من الغذاء. نعم صحيح. يعني أولا إحنا نأخذ التغيير المناخي من الناحية الأولى، هو ارتفاع درجة الحرارة، تشار إلى أنه بعض التقارير حوالي أكثر من صفر، هذا صحيح، 7 يعني بالـ10% ارتفاع درجة الحرارة في القطر العراقي، هذا واحد. الشيء الثاني انخفاض كمية كبيرة من المياه التي احنا كنا نحصل عليها في السابق، ادى الى انخفاض على سبيل المثال محصول القمح بنسبة 70% عما كان عليه في السابق. اذا مجموعة هذه الاشياء، وكما ذكرتم في تقريركم، هو بالنسبة الى التأثير الماشية والحيوانات والى اخره، وبالتالي كل هذا يؤدي الى تحجيم سواء الجانب الحيواني أو الجانب الزراعي، وبالتالي يؤدي إلى تراجع الاقتصاد العراقي، لأننا هنا إحنا أمام متوالية حسابية في الإنتاج الزراعي بدأ يقل، وبالمقابل هنالك متوالية هندسية في زيادة عدد السكان، وهذا ما خصته نظرية ماسوس في هذا الكلام، وبالتالي هي تنطبق الآن على العراق. إذا نحن بسبب التغير المناخي في حالة تراجع مستمر في الجانب الزراعي والجانب الحيواني، وبالتالي كان له تأثيرا كبير على الفقر في عموم البلاد. نعم. ما الدور الذي تلعبه إيران في تفاقم هذه الظاهرة وما نتج عنها من خلال منعها حصة العراق المائية وفقا للاتفاقيات الدولية المعروفة؟ نعم، يعني أكيد يجب أن يكون لدينا قوة تفاوضية بهذا المجال، وبالتالي يجب على العراق أن يكون أقوى في تفاوضه مع إيران وحصوله على المياه التي هي المحجوزة. يعني هناك من يقول أنه إيران ليس لها يد في ذلك، وهناك من يقول لا، إيران لا، بالتأكيد هي إيران لها يد في ذلك، وبالتالي يعني عملية بناء السدود المستمرة، وبالتالي حصول المياه كلها حجبها عن العراق
وجفاف كثير من الأهوار في هذا الوقت وإلى آخره، كان أكيد هذا سبب مباشر ورئيسي في تدفق المياه بالأخص اللي هي قادمة من إيران في هذا المجال، وبالتالي إلى جفاف الأرض، وكما أشرت إلى تأثر الجانب الزراعي والحيواني في هذا المجال. نعم. إلى أي مدى أخيرا دكتورة ترين أن السياسات الحكومية الاقتصادية التنموية أخذت هذه التحديات في عين الاعتبار؟ يعني أكو مشكلة بالتخطيط، أرجع ودائما أشير إليها، لأنه في هنالك دائما مؤشرات تبين لنا كيف يجب على الدولة أن تتخذ القرار في هذا الخصوص. بمعنى أن أي تغيير في أسعار المواد الغذائية، وإحنا هذا شاهدناه في الفترة الأخيرة ارتفاع كبير في أسعار المواد الغذائية، تشير التقارير الدولية أن أي ارتفاع في أسعار المواد الغذائية بنسبة 10% سيؤدي إلى زيادة الفقر بنسبة 11.7%، يعني بمعنى حوالي 12%. يعني إذا كان على الدولة أن تفكر دائما عند تخفيضها لقيمة العملة، عند اتخاذها بعض الإجراءات النقدية الغير صحيحة اللي هي لا تعبر عن الواقع السياسي والنقدي للعراق، كل هذا أدى إلى أن زيادة الفقر الوطني، وبالتالي حصول إلى نسبة إلى حوالي 40%. يجب أن لا ننسى هنالك أيضا سوء تخطيط في مجال الفقر المتعدد الأبعاد، هذا الفقر المتعدد الأبعاد الذي يشمل كل من الصحة والتعليم ومستوى المعيشة تزداد نسبته أكثر من 40%. وبالتالي نحن هنا أمام مجموعة من السياسات الخاطئة التي قامت بها الدولة كل هذه الفترة، ولم تستطيع إخراج العراق من هذه المشكلة طيلة هذه الفترة في خلال الاستراتيجيات المستخدمة من 2010 إلى يومنا هذا. الأكاديمية والباحثة في العلاقات الاقتصادية الدولية الدكتورة هدى بفالح الكبيسي، شكرا جزيلا لك.